بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا في البدايه كل الاحترام والتقدير لكابتن احمد الكاسل المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008. للاسف الشديد كان تعارف سيء ما بين الجمهور المصري وكابتن احمد الكاسل كمدير فني للمنتخب، ولكن كل الاحترام والتقدير للراجل، لان حتى لو غلطنا كتير في الكلام بعد المباراه، بس برضه كابتن احمد الكاسل يعني اسمه كبير وقيمه وقامه. ولكن للاسف الشديد يعني الفتره دي لازم نفهم ان كره القدم فيها اسس علميه كتير، ولازم نفهم ان اصعب حاجه هي مدربين الناشئين، وان احنا لازم نجيب اكاديميين لمدربين الناشئين. انما بالنسبه لعيبه الكره واساطير الكره، قصه انت تشتغل ناشئين دي حاجه صعبه، يعني حاجه صعبه جدا جدا جدا. فلازم تدور على حد درس واشتغل مع الفئات دي قبل كده. ولكن طبعا لكل حاجه بدايه، ولكن صعب انك تتكلم على مدير فني عنده 59 سنه بيدرب فريق 17 سنه. صعب بقى، في فجوه زمنيه، بس مش مهم. المهم ان احنا تعالى نتكلم على تصريحات الراجل بعد الخساره الكبيره من منتخب المغرب بخماسيه. كابتن احمد الكاسل المدير الفني للمنتخب المصري اكد ان الهزيمه هي نتيجه كبيره بالطبع، ونحن كنا غير موفقين في اللقاء. احنا مش ما كناش موفقين، احنا ما جيناش. يعني انت بتتكلم على خط دفاع منتخب مصر، ما جاش. يعني خط دفاع منتخب مصر كان سيء جدا جدا جدا. يا كابتن احمد، أكد الكابتن أحمد أن اللاعبين لم يكونوا موفقين في مباراة المغرب، وهذا شيء وارد في كرة القدم، مؤكدا أنه سيتم غلق صفحة مباراة المغرب. يعني شايف أن بصراحة صفحة مباراة المغرب لازم نحاول نتعلم منها كتير، ولازم نحاول ندور على موضوع اللعيبة مزدوجين الجنسية اللي حضرتك رفضت منهم أكتر من 20 لاعب مدايع صعب على حضرتك. لأن المستوى اللي احنا شفناه النهاردة، ما أعتقدش أن اللعيبة اللي كانت موجودة بره كانت ممكن تقدم نفس الأداء السيء، سواء الدفاعي أو الهجومي. قال لك ان احنا لم نرمي الفوطه في التصفيات، اكيد احنا لسه في اول ماتش، وانا خايف، انا خايف ان احنا نتغلب اكتر من في الماتشات اللي جايه. قال لك سنحاول ان نكون سن الصاعدين مع منتخب المغرب، والفرصه ما زالت قائمه وسنقاتل عليها. والله حاجه كويسه ان حضرتك شايف ان منتخب المغرب هيكسب كل الماتشات بقى المجموعه، ولكن عايز اقول لحضرتك ان في بشره سيئه، وهي ان ماتش المغرب ده بالنسبه لمنتخب المغرب كان اسهل ماتش. الماتشات الجايه بالنسبه للمنتخب المغربي هتكون اصعب، لان الدربيات المغربيه بكل حال هي هتكون اصعب من السهوله اللي واجهها منتخب المغرب او منتخب مصر. وما زالت الفرصه ما زالت قائمه وسنقاتل عليها. منتخب مصر على موعد مع مباراتي الجزائر في الجوله الثانيه، ثم منتخب تونس في الجوله الثالثه، من التصفيات التي تقام على ارض المملكه المغربيه. طبعا يا صديقي العزيز، هنا في جوله رابعه برضه ضد المنتخب الليبي، لان احنا بنلعب هنا كل فرقه بتلعب اربع ماتشات، لان انت بتتكلم على خمس منتخبات موجودين: المغرب ومصر وتونس والجزائر وليبيا. في منتخب بيبقى باي دايما كل جوله. في كل حال من الاحوال الفرصه لسه موجوده، ولكن ربنا يستر عشان الفرصه ما تبقاش موجوده، لان احنا نخسر اكتر. يعني فربنا يستر، صراحه الواحد ما بقاش واثق في المنتخب ده، لان انت بتبدا اول بدايه بتخسرها بخماسيه، الموضوع كان صعب جدا. اما قصه ان احنا نكون تاني الصاعدين مع منتخب المغرب، فلا تنسى تونس، لا تنسى تونس. تونس في الفئات السنيه وفي التكوين بيمتلكوا الموهبه الكبيره جدا، ويمتلكوا كمان الوعي التكتيكي، وده من الحاجات المميزه جدا عند الكره التونسيه، وهو ان اللعيبه دايما بتكون عارفه هي بتتحرك فين وبتتحرك ازاي، ودي حاجه دايما ايضا الكره التونسيه متفوقه فيها. بالتوفيق لكابتن احمد الكاس، ما نتمناش ان احنا نخسر كل الماتشات، نتمنى ان احنا نحاول نوعا ما نحافظ على ماء وجه الكره المصريه اللي كده كده خلاص، يعني من كتر ما اتبل خلاص ما بقناش عارفين نحافظ عليه.